يتعلق بهذه الجزئية. عايز أروح بسرعة للإمارات ومداخلة مهمة جدا مع زميلنا المرافق لبعثة الأهلي في الإمارات محمد الدكروري. يا أبو حميد، الحمد لله على السلامة، والحمد لله على سلامة البعثة كلها. مساء الخير عليك يا أمير، ومساء الخير على كل مشاهدي كلام في الميديا ودايما متألق. حبيبي يا دكروري، طمنا على البعثة، الأمور عندكم ماشية إزاي؟ الأمور على ما يرام، يعني إحنا وصلنا، الفريق اتحرك من مطار القاهرة الساعة 10 إلا ربع كانت الطيارة، الطيارة اتأخرت شوية في السفر، سافرنا على 10 إلا ربع يعني. وصلنا هنا الإمارات الساعة 3 كويس، مطار دبي. توجهنا إلى فندق الإقامة مباشرة، كان فيه وجبة غذاء، وبعد كده اللعيبة طلعت ريحت في الغرف، وبعد كده نزلنا للتدريب. اتحركنا الساعة 7:15 بالظبط من الفندق، أو 7:30 بالظبط. تمام، وصلنا الملعب هنا الساعة 8 والتمرين شغال، وأظن هتشوف دلوقتي التدريب عندنا كانت التوقيتات دي كلها بتوقيت دبي طبعا. كل دي توقيت، دي توقيت دبي. انت بقى احسبها في ساعة، احنا بنسبقكم في ساعة، يعني ساعتين هنا. يعني احنا دلوقتي الساعة دلوقتي عندنا 8:30 إلا 5، عندكم 6:30 إلا 5. طيب، حضر الان للتدريب معالي القنصل العام بالانابه الاستاذ وائل فتحي، موجود معانا لو انت حابب تتكلم.